فقد لما كنت صغير وما شفته. لم يعد ملف المختطفين والمخفيين قصرا في العراق مجرد ملف حقوقي وقضائي وأمني، بل بات ملفا سياسيا بامتياز تقف وراء استمراره قوى ضاغطة على السلطة بهدف حماية شخصيات وميليشيات أصبحت خارج المحاسبة والعقاب. وبحسب العديد من المنظمات الإنسانية والحقوقية، فقد تحول العراق إلى أضخم مستودع للمخفيين قسريا في العالم، لا سيما بعد الأحداث التي شهدتها البلاد عام 2014. ملف المغيبين هو ملف مهم جدا ويمس بصورة شخصية للعوائل العراقية. هناك أكثر من 38 مغيب في ناحية الزوية، لحد الآن لا نعلم مصيرهم أين. تأتينا بعض الإشارات أنهم موجودين في سجون سرية في بغداد أو في خارج بغداد، لكن الحقيقة لحد الآن لا يوجد أي شيء ثابت. ما يقارب 4000 مغيب في محافظة صلاح الدين، وأغلب هؤلاء المغيبين هم أرباب لعوائل، وهاي العوائل اليوم تعاني من وضع معيشي صعب. احنا جهدنا يكاد يكون بسيط امام هذا الكم الهائل من المغيبين. هذا الموضوع يحتاج الى جهد دولي، الى منظمات دولية. حقيقة المنظمات الدولية والحقوقية غائبة تماما عن هذا الملف، يعني وكذلك هناك تقصير كبير من الحكومة تجاه هذا الملف. ويطالب عدد كبير من ذوي المختطفين بالكشف عن مصير أبنائهم الذين اختفوا أو اختطفتهم الميليشيات، مؤكدين أنهم يواجهون محنة فقدانهم فضلا عن الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها. 2015 من شالوه جهة مجهولة ما نعرف عنها أي شيء، واليوم مباشر روح على الحاسبات على الدوائر الحكومية ماكو، يقولون ما موجود، ما خلينا. ومن 2015 لحد الآن يعني شفنا معاناة أمانة الله بس يعلم بها الله. ظروف المعيشية صعبة، أنت إذا طالب وتشتغل وتدرس صعبة عليك، يعني وبهذا وضعنا وهي مصارفنا. زين أخرى ثانية، أنا أبوي من انفقد ما عندي مؤشر أمني، أي مؤشر أمني باتجاهه ما عندنا، يعني وعنده كتب أمنية وعنده سلامة موقف. ومن نخذه بال 2015 بنفس اليوم دقوا علينا قالوا احنا عندنا استفسار ويا يومين والرجعه، والاستفسار من 2015 لحد الان 2021. حاله من الشلل البرلماني والتجاهل الحكومي ازاء هذا الملف الانساني الخطير الذي مر عليه وقت طويل دون اي حلول تظهر في الافق. من راح الى رب كريم باي صيغه من الصيغ، ولكن عوائلهم الى استحقاق، ومن بقى منهم على قيد الحياة أهل عائلته ينتظروا، لأنه إذا هو ما عنده مشكلة ليش واقي؟ موجود الأجهزة الأمنية، بإمكانك تدقق، بإمكانك تعرف الحقيقة. الحقيقة هي ما يبحث عنه هؤلاء المنكوبون بأولادهم، وينتظرون ساعة صدق وإنصاف تكشف عن مصير المغيبين وتعيدهم إلى أهلهم بعد سنوات الظلم والحرمان.